دايما نتكلم عن صناعه الجزم وناخد صور واحنا بنتكلم انا وانتي عشان نشوف او نوري مشاهداتنا العزيزات الصور بتاعتك. صناعه الجزم اخبارها ايه؟ عامه هي احلى حاجه يعني انا بحبها جدا جدا. أوكي. يعني هي صناعه فيها ديتيلز كتير قوي وفيها يعني فيها حرفه حلوه قوي. يعني الناس لما بتتعرف على الصناعه دي وبتشوف الديتيلز بتاعتها ما شاء الله يعني الناس اللي بتشتغل فيها هي موهبه. يعني الموضوع كان شويه صعب في الاول ان انت تلاقي جوده عاليه تناسب الذوق المصري وتنزلي حاجه بسعر يناسب بسعر الناس بالزبط كلها بالظبط بالنسبه للحاجات طبعا اللي في السوق سواء كانت انترناشونال او كانت حاجات لوكال. فدي كانت التشالنج في الاول يعني ان انت ازاي توفقي ما بين كده وكده وفي نفس الوقت تقدمي منتج تقدري تنافسي بيه الماركات الثانيه بالظبط بكواليتي عاليه. دي اول صوره معانا اميره. دي هيز اسمها نوريشا. هي كانت انسبايرد باي حاجه الافريكان. هي حاجه زي كاجوال كده بتتلبس يعني ممكن تلبس الصبح او بالليل. يو كان ستايل ات اب يعني تقدري تلبسيها في اي وقت. دي كانت اول هيلز نعملها يعني عشان صناعه الكعوب العاليه عامه في مصر صعبه شويه. الله تحفه. عشان تناسب الاذواق اللي موجوده دلوقتي. تحفه يعني. ثانك يو. اللون حلو قوي. ده بس ده صيفي ولا شتوي بدايه اميره ولا لا ايه؟ لا ده صيفي صح كده. لا ده صيفي. طب بس نتاكد يا ماما لان انا يعني جايه معايا كتير فاشن بلوجرز وفاشن ديزاينرز قال لك خلاص احنا نلبس باب مفتوح من قدام ومن ورا دلوقتي في الشتاء والدنيا اللي بعديها يا شباب. دي برضو الوانها كلها الفوشيا والاحمر والاصفر. كل ده صيفي ها؟ اوكي اللي بعديها هم دول. ايوه اوكي اللي بعديهم دي اللي هي الموديل اوكسفوردز. دي في منها الوان. احنا مبدئيا بنشتغل كل حاجه جل طبيعي. بساعات بندخل فابريك حاجات كلها القماشات تبقى معموله مخصوص لإيليا. اوكي فبنجيبها بندخلها بندمجها في الجلد الطبيعي وبتطلع حاجات اللي بعديها يا شباب مختلف. يعني دي برضو اوكسفوردز محطوط فيها قماش. انت بتعملي ديزاينز يا اميره. برافو عليكي. اللي بعديها الاوكسفورد دي اسمها نالا. دي برضو ممكن تتلبس يعني حاجه فلات بتتلبس بالليل او حتى يعني انا هشتري منك بتاع الجولد دي على فكره اشتري. دي احنا مسمينها سيوا. الكولكشن بتاع الشتاء اسمه فابريك فيوجن. كله مستوحى من المحافظات في مصر زي الاقصر مسمين الاوكسفوردز لوكسر. دي مسمينها سيوا. في واحده تانية مسمينها بساطه دي اللي انا لابساها.